المهندس عدلي بيتكلم على الطايره يا جماعه، وانه بيقول ان هي دي الرياضه وهي دي الكوره وهي دي الروح الرياضيه. اللقطه اللي انتم شايفينها ديت في احتفالات لعيبه الكوره الطايره ببطوله افريقيا، لو رجعنا اسبوعين اللي فاتوا الفريق ده خسر بطوله الدوري، واذا بالكابتن محمود الخطيب فجاه والفريق خسران بطوله الدوري يدعوهم على حفل افطار في النادي. اللي مش فاهمين الموضوع قال لك هو الاهلي ومجلس الاداره بتاعه بيكرموا الفريق اللي خسر الدوري اللي الناس زعلانه منه، ومحدش وصلت له الرساله انه المساله كان فيها كلام مهم جدا خلق اللحظه دي. قبل ما تشوفوا اللحظه دي ولحظه الاستقبال بالورود، تعالوا نرجع لورا اسبوعين فاتوا وفي نهايه شهر رمضان، ليه الكابتن الخطيب دعا الفريق اللي خسران بطوله الدوري لحفل افطار وقال لهم ايه؟ نفكركم. النهارده الحقيقه يمكن احنا حبينا ان احنا نقعد مع بعض، حبينا ان احنا نشوف بعض في بيتنا في النادي الاهلي اللي كلنا اتعلمنا فيه حاجه كتير جدا. علشان في رساله مهمه جدا عاوز اقولها ليك كلكم. احنا بنلعب رياضه، والرياضه فيها فوز وفيها خساره. النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين عدد مرات الفوز بتاعته كتير جدا، تاريخ كبير. بس انا النهارده بتكلم على فريق طايره، سواء رجال او بنات، بنعتبره احنا وبيعتبروا الواقع وبيعتبروا التاريخ ان انتوا فرقتين من الفرق التاريخيه الاسطوريه. اللي انتوا حققتوه محدش تاني حققه، اللي انتوا انجزتوه محدش تاني عمله. علشان كده انا عايز ابتدي بفريق الرجال. احنا سعداء بيكوا جدا، انتوا اخلصتوا جدا جدا في شغلكم. انتوا بقالكوا 20 سنه واخدين اكتر من 45، او في خلال 20 سنه اللي فاتوا اخر 20 سنه 45 بطوله، ما بين دوري، ما بين كاس، ما بين افريقيا، ما بين عرب. انتوا يجب انك تفخروا بنفسيكم، والنادي الاهلي فخور بيكم، وجمهور الاهلي فخور بيكم، ان هو شايفينكم بتاعته ازاي، شايفينكم مخلصين ازاي. علشان كده كنا لازم النهارده نقعد نتكلم. ترفع راسك ان انت راجل اولا اهلاوي، نمرة اتنين انت ما حدش جنبك. ترفع راسك علشان انت راجل انجزت اللي ما حدش انجزه، اللي انتوا عملتوه خلال في اخر، انا قلت لهم بس هاتوا لي اخر 20 سنه بس، جابوا لي احصائيه باخر 20 سنه بس. في اخر 20 سنه مش اقل من 45 بطوله. مين في المنطقه وفي افريقيا عمل ده؟ بس مش معنى كده ان احنا نكتفي بده. احنا وقت يعني ان احنا نتعثر ده طبيعي، محدش بيكسب على طول، مفيش فريق في العالم بيكسب على طول في اي لعبه من الالعاب. لكن في فريق بتاع بطولات تروح منه مره بطوله بطولتين سنه ماشي، لكن فريق بطوله بيرجع وبيرجع بسرعه وبيرجع اقوى من مكان. شوف الاحزب الاسباب، اما يبقى عندك اداره ورئيس نادي بهذا القدر من الفهم الصحيح للرياضه، فهو يستطيع ان يتدخل بالرساله المناسبه في الوقت المناسب للفريق المناسب. تمام، رسالته اسعدتونا اسعدتونا، حصلت كبوه، مش هتقل من احترامنا لما بذلتوه، ولكن مش معنى كده ان احنا مكتفيين. واعتقد ان دي كانت لها عامل مهم جدا نفسي، واطلق كوامن التحدي لهذا الفريق، وذهب متحليا بروح النادي الاهلي